وبالمناسبة يا جماعة برضو صدقة الفطر ديت نحاول نأخرها لآخر الشهر أفضل، نحاول نأخرها لآخر الشهر أفضل. سيدنا عبد الله بن عمر بيقول كنا نخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. ليه يوم أو يومين؟ ليه؟ لأن هي زي ما النبي علمنا أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين وأغنوهم عن المسألة في هذا اليوم. فكل ما بنأخرها بيكون أفضل للصائم وللإيه، للفقير اللي بيأخذ هذه الصدقة، عشان بتكون في آخر الشهر ومع دخول العيد. وأحب الأوقات وأفضلها إن احنا نخرجها فيها ليلة العيد يا جماعة، ليلة عيد أحب الأوقات. قبلها بيوم يومين زي ما احنا قلنا، زي ما سيدنا عبد الله بن عمر قال ما فيش مشكلة، يجوز من أول الشهر، في نص الشهر ما عندناش حرج، لكن احنا بنقول على الأفضلية والأولى. فكل ما بنأخرها بيكون أفضل، إن هي بتطهر صيامي في نهاية الشهر، في انتهاء الشهر الكريم، من خلل حدث او بتجبر اي مشكله حدثت في الصيام، نظره حرام، كلمه حرام، مش عارف ايه. فهي مثلها مثل ايه؟ سجود السهو للصلاه. فاحنا بنجبر الخلل اللي حصل في الصلاه بسجود سهو، فكذلك احنا بنجبر صيامنا كصائم بزكاه الفطر، فخلاها في الاخر افضل يا جماعه. بالنسبه للي هو بياخدها ده، ياخدها انا عايزه اعرف بس، يعني الزوج والزوجه الاثنين بيشتغلوا وبيقبضوا، مين المفروض يخرجها؟ طبعا الرجال قوامون على النساء، بفضل الله بعضهم على بعض، وبما انفقوا، اللي هو بينفق على اسرته هو اللي بيخرج، هو علشان هو المسؤول. اذا تراضوا بقى، تراضوا بينهم خلاص مفيش مشكله، انا ما عنديش حرج، لكن الاساس في الامر الرجال قوامون على النساء، الرجل هو المسؤول. ده المفروض يعني. ولكن اذا وده بياخدنا بياخدنا لجزئيه ثانيه، ينفع انا اطلع زكاه الفطر بتاعتي لاختي مثلا المتزوجه بعيد عني، ولكن على الاهل وراجل متزوج فقير او ظروفها تعبانه، ينفع مفيش مشكله، ممكن اخرجها على مامتي او اختي او خالي او عمي، حد من اهلي يعني، لو محتاج يبقى الاقربون اولى بالمعروف. لكن ما يكونش ده يخصني انا، ما تكونش اختي لسه ما اتجوزتش في البيت معايا وكبيره في السن وانا بقول بقى اطلع لها زكاه الفطر، لا ده هي مسؤوله منك، ابوك وامك مثلا لو مسؤولين منك، لا ما ينفعش انك انت تديهم زكاه الفطر. طب اذا كان الزوجه يعني حالتها متيسره والزوجه حالته متعسره، هل يجوز الاخراج على الزوج ولا لا؟ هي تخرج عن زوجها يعني؟ ما احنا قلنا بالاتفاق بينهم، هو الاصل في المساله ان هو اللي بيخرج عن نفسه وعنها، هي تعطي له هو فقير، زي ما حدث مع زوجه سيدنا عبد الله بن مسعود، لما حكى النبي صلى الله عليه وسلم فقر سيدنا عبد الله بن مسعود، والنبي قالها وتصدقك عليه صدقه. عادي مفيش مشكله ان الزوجه لما يكون زوجها فقير او كذا تعطيه من الصدقه وتحتسب هذا الاجر.